السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات مدرسة توريب والياسمين الليبية، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة تقنية المعلومات للصف العاشر. الحقيقة إحنا بدأنا مع بعض من البداية خالص، اتكلمنا على برنامج الأكسس، وخدنا إزاي نستفاد من برنامج الأكسس في إنشاء قواعد بيانات وعمل جداول معينة خاصة بينا أو خاصة بشركة أو خاصة بأي مؤسسة أنا ممكن أعمل لها قاعدة بيانات عن طريق عمل الجداول. استفدنا كتير جدا منها، فأنا حابب أفكركم بواجهة البرنامج مرة أخرى عشان نعرف إن الدنيا سهلة والبرنامج سهل. تعالوا نشوف الواجهة إحنا خدنا منها إيه ونكمل. أدي واجهة البرنامج زي ما أنتم شايفين، تبقى بهذا الشكل. هنلاقي إن كل مجموعة من الحاجات اللي إحنا بننشئها تبقى جوه جدول لوحده زي ده كده. شايفين ان احنا بدانا خدنا مع بعض ازاي نعمل قاعده بيانات وانشاء جداول. شايفين كلمه جداول دي اهي، ازاي نعملها وازاي نعمل بيانات، وخدنا ازاي نعمل استعلامات، ازاي اعمل استعلامات، وهناخد ان شاء الله ازاي نعمل نماذج الفصل اللي جاي ده على طول، وازاي نعمل تقارير في نهايه هذا الكتاب. تمام، يبقى دي الواجهه بتاعتي اللي انا هتعامل معاها. فانا النهارده هاخد ازاي، احنا خدنا خلاص الفصل التاسع، كنا في اخره لما يقول لك دوس على علامة التبويب. ادي علامة التبويب، شايفين كل دي ابواب، وادوس على انشاء، اضغط على انشاء، بدوس على انشاء هنا، وبعدين اجي هنا على تصميم استعلام او معالج استعلام. فاحنا هنشتغل على تصميم استعلام، يبقى احنا هنضغط هنا. تمام، نرجع بس للكتاب، اخر جزء وقفنا عنده، هو بعنوان انشاء استعلام بطريقة عرض تصميم استعلام. احنا قلنا نضغط على اول حاجة، نعمل على علامة التبويب انشاء اللي شفناها، وبعدين ننقر على تصميم استعلام زي ما احنا قلنا بالظبط اهو. تمام، هتطلع النافذه، تمام، فيها نافذه تصميم استعلام جديد، ويطلع مربع حوار. هنختار من داخل مربع الحوار ده الجدول اللي احنا محتاجينه. هنعمل جدول معين، هنختار جدول وليكن جدول المنتجات، وليكن هنقول الجدول ده انا هعمل عليه استعلام. تمام، انقر على الجدول المطلوب في الاستعلام، ثم نضغط على كلمه اضافه. تمام، انا عايز بس اوريها لكم. نضغط على كلمه اضافه وافضل اكرر هذا الكلام. تمام، اضافه، ثم اكرر خطوه 2 و3، ادخل كل الجداول اللي انا عايز اعملها استعلام، وبعدين اعمل اغلاق. تمام، اول ما عملت الجدول عملت اغلاق، هيطلع لي الجدول بهذا الشكل. هيطلع الجدول بهذا الشكل. خلاص اخترت الجدول اللي انا هعمل عليه استعلام اهو، وليكن المنتج ده زي ما احنا شايفين اهو، هيطلع الجدول بهذا الشكل. الجدول اللي تحت ده الاستعلام ده نفسه بيبقى فارغ، شايفينه فاضي ما فيهوش اي معلومات. طب ازاي بندخل معلومات؟ اما اعمل هنا اضغط عليها ضغطه متكرره دبل كليك مرتين، اول ما اضغط على مثلا رمز المنتج هنا دبل كليك هيظهر ايه؟ هيظهر هنا، ودخلت على اسم المنتج دبل كليك هيطلع هنا ضغطتين متتاليين، هضغط هنا على سعر المنتج هينزل هنا، هضغط على رمز الخصم هيطلع هنا، او ان انا اضغط عليه ضغطه كده واسحبه كده هنا هينزل هنا، واجي عند اسم المنتج اضغط عليه واسحبه هنا، او اجي هنا على سعر المنتج اضغط عليه واجيبه هنا، اجي هنا على رمز القسم اضغط عليه واجيبه هنا. خلاص كده ممكن اجيبه واعمله بهذا الشكل، او لو ضغطت عليه ضغط متكرر خلاص ضغطت عليه ايه اللي هيطلع لي؟ هلاقي هنا الجدول ده مكتوب فيها الايه؟ الحقل، الجدول الاجمالي، وطريقه الفرز ايه هي؟ واظهار، والمعايير، كل ده اتكلمنا عنه. نتكلم النهارده بقى عن هذا الجدول، ان احنا ازاي نتعامل مع الاجمالي ده. تمام؟ الاجمالي، ولنفرض ان انا اتعامل مع سعر المنتج. لو ضغطت على السهم ده كده، ده هيطلع لي قائمه بهذا الشكل. فيها سم، فيها افريج، فيها مينيمم، فيها ماكسيمم، فيها اكونت، وهكذا. كل الاشياء اللي انا عايز استخدمها في العمليه الحسابيه بتاعتي. هل سعر المنتج ده انا عايز اجيب مجموع سعر المنتج، المنتجات كلها؟ طب انا عايز اجيب متوسط السعر، طب انا عايز اجيب اقل حاجه، طب عايز اجيب اعلى حاجه، كل ده انا بستخدمه من الجدول بتاعته وببدا اجيب اهو. نضغط على زر الجزء اللي احنا قلناه له اهو. تمام؟ اهو يمكن النقر المزدوج فوق اسم الحقل اللي وضعه في الشبكه. تمام، او سحبه زي ما انا قلت لكم، نسحبه ونحطه في العمود الفارغ
ومن شبكة الاستعلام وابدأ ايه احط استعلم عنه. تمام، ننقر على زر الاجمالي اللي انا قلت لكم عليها، الاجمالي اللي هنا ده. تمام، هيظهر مجموع الشبكات، انقر على السهم الاسفل، نقرت على السهم الاسفل، هتطلع العمليه الحسابيه المناسبه حسب ما انا عايز اهو بالشكل ده. طيب تمام، خلاص خلصت. هنقر على كلمه عرض اللي هي فوق على اليمين، عملت عرض خلاص هيطلع لي شكل النموذج بتاعي، ثم اضغط على زر حفظ واعمله باي اسم انا عايزه، مثلا الاستعلام عن المنتج او هكذا، انا بعمل استعلام عليه وبعدين انقر موافق، هيتم حفظه داخل الاستعلامات وممكن ارجع له تاني. طب بيظهر فين؟ ممكن يظهر في هنا في الجزء ده كده دائما، شايفين هنا ادي العلامه بتاعتي، هنلاقي الاستعلام ظهر هنا في الجنب ده، يعني ممكن جداول، نماذج، كل ده ممكن يظهر في الجدول ده، وبالتالي انا اقدر اعمل عنه استعلام. لحد هنا يبقى احنا نهينا الفصل التاسع. تمام، هنبدا مع بعض نشوف الفصل العاشر اللي بيتكلم على النماذج وازاي نعمل ايه النموذج. الفصل العاشر اهو، نبدا نتوكل على الله وناخد فيه النماذج. برضو طريقه سهله والموضوع سهل خالص، هنشوفه بيتم ازاي. طيب يعني ايه انشاء النماذج وايه هو النموذج؟ النموذج هو العنصر اللي بيسمح لك ان انت تعرض المعلومات بتاعتك لسجلات الجداول، وكمان نحررها على حده، وممكن نسترجعها بسهوله، وممكن نعدل فيها بسهوله. لازم تعمل النموذج ده، بيعمل لنا راحه كبيره جدا في الاستعلام، او ان انا استرجع ازاي المعلومات بتاعتي. طب تعالى نشوف اهداف الدرس بتاعنا ايه. انشاء نموذج لجدول باستخدام معالج النموذج، استخدام النموذج لادخال السجلات الى الجداول، ازاي احنا عملنا سجلات معينه، ازاي ندخلها داخل الجدول. عملنا سجلات في الفصول الاولانيه او في الترم الاولاني، وعملنا بعض الجداول وهكذا، ازاي بقى تاخد السجلات دي تمام داخل النموذج وندخلها ايه للجداول. طيب جميل، تعالى نعرف ازاي بنعمل نموذج ونحفظه. تمام، هندوس على علامه الانشاء التبويب، نرجع بس ورا لواجهه البرنامج تاني عشان تشوفوها اهو. ادي النموذج بتاعتي شايفينها اهو، ادي المربع ده بتاع النماذج. انا عايز اعمل نموذج جديد، هدوس هضغط على الجزء ده اسمه نماذج اضافيه، شايفين ده، هضغط عليه ومن خلاله ان انا اعمل ايه النموذج، ومن خلال تصميم النموذج ده اصمم النموذج بالشكل اللي انا عايزه. تمام، تعال نشوف هنعمل ايه. عملنا علامه التبويب فوق زي ما قلت لكم اهو، ونضغط على نماذج اضافيه زي ما انا قلت لكم. دخلنا على نماذج اضافيه، شايفينها الكلمه دي اهي، دي نماذج اضافيه. يطلع لنا كده داخل نماذج اضافيه، اول ما ادخل عليها يطلع لي الجدول ده كده، معالج النماذج، ورقه بيانات، مربع، حوار، مشروط. احنا هنعمل ايه؟ هنضغط على معالج النماذج. خلاص عملنا معالج النماذج، يبقى معالج النماذج يطلع لنا بالشكل ده اهو. تمام، عندك الجداول اللي انا محتفظ بيها، تمام، اللي انا عايز اعمل لها استعلام او نموذج اهي. لو ضغطت على السهم ده هيديني كل الجداول بتاعتي، بختار منها الجدول اللي انا عايزه. فانا هنفرض ان انا اخترت الجدول بتاع المنتج، هستعلم عن المنتج اهو، اروح ضاغط هنا هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي كل الحاجات اللي داخل الجدول، رمز المنتج، اسم المنتج، سعر المنتج، رمز المنتج وهكذا. طيب تمام، انا عايز ادخلها بقى هنا الحقول المحدده دي اللي انا هعمل بيها نموذج. تمام، بعمل ايه؟ بضغط هنا اهو، وبعدين اضغط على ايه؟ على السهم ده فينقلها الناحيه. تمام، اضغط على اسم المنتج واضغط على السهم ده فينقله الناحيه، اضغط على سعر المنتج وانقله وهكذا، نقلت خلاص اقول له انهاء. تمام، ده اللي انا عايز ايه اعمله. طيب حاجه جميله جدا، لو انا عايز النموذج ده يبقى مترتب بطريقه معينه، الطريقه اللي انا عايزها، عايز مثلا الاول احط رمز المنتج وبعدين اسم المنتج وبعدين رمز المنتج وهكذا، الترتيب اللي انا عايزه هو ده اللي انا ابدا بيه، يعني ابدا برمز القسم الاول وبعدين اضغط هنا عشان يطلع هو الاول، وبعدين اسم المنتج واحط رمز المنتج واحط حسب الترتيب اللي انا عايزه، واضغط عليه وارتبه. طيب ضغطنا اهو، بيقول لك ايه؟ اضغط على السهم الاسفل في قائمه الجداول، ضغطنا واخترنا الجدول اللي احنا عايزين
تمام، ثم انقر على علامه اكبر من دي لنقله الى قائمه الحقول المحدده عن هذا الكلام. بقول لك ايه الملاحظه اللي انا قلت لكم عليها، اضف الحقول بالترتيب الذي تريد ان يظهر في النموذج براحتك، انت عايز الترتيب يبقى رمز القسم، مش كل حاجه ترتبها بالطريقه اللي انت عايزها. هنكرر الخطوه دي 5 لاضافه المزيد من الحقول، ونكرر من 3 لـ7 حسب الجداول اللي انا عايز اعمل لها ايه نماذج. طيب كل الحقول اللي انت عايزها والجداول اللي انت عايزها لازم تكون بينها وبين بعضها علاقات، ما ينفعش ما يكونش بينها علاقات والا هننتقل لخطوه اخرى. تمام، يعني لو انت عايز قسم تمام وموظفين، هل بينهم علاقه؟ اه طبعا بينهم علاقه، في علاقه. طب لو في حاجه ما لهاش علاقه ببعض يطلب منك ان انت تعمل جدول فرعي اهو. خلاص خلصنا. طيب اذا كانت الحقول المختاره تابعه لجدولين مختلفين مفيش بينهم علاقه، هيطلب منك ايه؟ تحديد الجدول الذي يكون له نموذج فرعي. ممكن نعمل نموذج فرعي ايه نشتغل عليه. طيب تمام، اختار بقى انه التخطيط اللي انت عايزه. شوف الجنب كده هتلاقي كلمه ايه اختيار، او نختار النموذج اللي انت عايزه، عايزه عمود، عايزه جدول، عايزه ورقه بيانات، عايزه ضبط، انت بتختار زي ما انت عايزه او ضبط وايه واحنا بنعمل. انقر على التالي واختار النمط اللي انت عايزه، عايزه بقى ايه عمود وهكذا. تمام، في حاجه ثانيه، الانماط المختلفه التي يمكن اختيار منها لتحديد مظهر النموذج على الشاشه. انت كمان ممكن تغير شكل اللون بتاع الشاشه، نوع الخط، الخلفيات، كل ده اوبشن موجود انت بتختاره وتتغير وتعمل شكل النموذج باللون اللي انت بتحبه او شايفه يليق بالمؤسسه بتاعتك او بالشركه بتاعتك، تبدا تغيره، او شايف خط معين يبقى مميز انت تختار هذا اللون. وبعدين نعمل اسم للنموذج. اول ما تعمل اسم النموذج بيظهر في الجنب على اليمين، اليمين الشاشه اللي انا قلتها لكم، ثم ننقر على انهاء. هيتم انشاء نموذج تلقائي بواسطه ايه المعالجه، وممكن يتفتح تلقائي زي ما احنا شايفين، هو يفتح تلقائي بهذا الشكل. خلاص احنا عملنا نموذج للاقسام هو ده، تمام، وطلع لنا النموذج بهذا الشكل. تمام، شايفين الجدول ده؟ الجدول ده مهم جدا، في جزء في الاخر كده هنا هنتعامل معاه، مهم جدا اهو. شايف السجل؟ جايب لك السجل، جايب لك هنا حاجه اسمها بحث. ممكن داخل النموذج اللي انت عملته ده تضغط عايز بحث عن اي حاجه معينه، عايز كلمه مدير تبدا تجيبها، عايز اسم رمز الاقسام تبدا تجيبها وهكذا. السجلات اللي انت مدخلها كلها ممكن تنتقل منها بينها وبين بعضها عن طريق هذه الاسم. تعال نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده صح ولا غلط. اهو ادخال البيانات باستخدام نموذج، باستخدام النموذج. انا عملت النموذج خلاص، ادخال بيانات الى نموذج يشبه الى حد كبير ادخال بيانات في الجداول. يعني لو انت هتدخل بيانات داخل النموذج اللي انت عملته بالظبط اكنك بتعمل ايه جداول. تمام، بتدخل القيمه اللي انت عايزها، وبعدين تدوس على تاب او تاب بحيث ان هو ينتقل من حق الى انشاء سجل. وممكن ايه نقرا على ايقونه سجل فارغ جديد في الجزء السفلي في اطار النموذج، وتحدد في هنا جزء كده، هنا الجدول اللي انا صورت لكم عليه تحت ده اهو، فينه ده؟ ده تحت. ممكن تحط هنا نموذج جديد تنتقل بين السجلات وتبدا تسجل الجزء اللي انت عايزه. تمام، اهو انتقال الى السجل السابق من خلال العلامه هنا، او الانتقال الى السجل الاولاني، ارجع تاني للسجل الاول، او خليك على السجل المحدد اللي انت عنده دلوقتي، عدده كام او رقمه كام، انتقل الى السجل التالي، انتقل الى السجل الاخير، اضافه سجل هنا لو في حاجه ثانيه، عايز تضيف سجل جديد تضيفه. يبقى الجزء اللي تحت ده مهم جدا ممكن يشتغل من خلاله. خلاص، طيب ايه الخلاصه بتاع الدرس ده؟ الفصل اللي احنا خدناه ده هيعطيك وسيله لادخال وعرض تحرير البيانات في سجل الجداول بواسطه ايه؟ النموذج. تمام؟ زي ما احنا شرحنا ازاي نعمل انشاء نموذج ومن خلاله نعرض البيانات بتاعتنا، ممكن نعدل فيها، نضيف فيها، والذي يعتبر اسهل طريقه لانشاء النموذج. لحد هنا يبقى احنا خلصنا الفصل العاشر. انا عايز اديكم فكره كمان على الفصل الحادي عشر، هناخد منه جزء لانه طويل شويه، ونستكمل المرة القادمة بإذن الله. تعال نشوف الفصل الحادي عشر بيتكلم على إيه. الفصل بقى إزاي إحنا عملنا الجداول وعملنا النماذج وعملنا استعلام، أنا في الآخر عايز المدير طلب مني تقرير
او انا لو انا المدير عايز تقرير من الموظف بتاعي، قلت له اعمل لي تقرير عن الموظفين، اعمل لي تقرير عن المنتج، اعمل لي تقرير عن الاقسام وابعته لي بسرعه، هيعمل ايه؟ ازاي يعمل تقرير بشكل كويس يليق بيه، او وازاي نعدل فيه ونبعده للمدير، او ان احنا يبقى عندنا تقارير نعرف نتحكم فيها ونعرف نشتغل فيها بسهوله. تعالوا نشوف مع بعض ازاي بنعمل. افتكروا معايا تاني، ادي شكل اللوحه بتاعتي اهي عشان ما ننساش. شايفين اهي في هنا حاجه اسمها ايه؟ تقارير. شايفين التقارير دي اهي، ازاي نعمل تصميم التقرير وازاي نعمل تقرير بسيط وهكذا. الجزء ده تمام، ده الجزء اللي احنا ايه توقفنا، او الجزء المتبقي في برنامج الاكسس. طب نرجع تاني، او يبقى احنا هنشتغل مع بعض في ايه؟ في التقارير. جميل جدا. الاهداف بتاعتنا في الفصل ده ايه؟ ان احنا نعمل تقرير بسيط، ازاي نعمل تقرير بشكل مبسط، وازاي نعمل تقرير باستخدام معالج التقرير، وازاي نعمل تعديل تقرير، وازاي نعدل براحتنا جدا. تمام؟ طيب لديك عدة اختيارات، معرفة طرق عرض التقرير. لديك عدة اختيارات، أول حاجة طريقة عرض التخطيط. تمام؟ والطريقة دي بتمكنك إن أنت تعمل تنسيق متكامل للتقرير. تمام؟ أي إن أنت ممكن تعدله بشكل فردي أو بشكل كل حاجة تعدلها بشكل معين. أو طريقة عرض المعاينة، إزاي نعينها بعد ما خلصنا نعمل معاينة قبل الطباعة، وبعدين في طريقة اسمها طريقة التصميم. طيب تمام. تعال نشوف إزاي الطريقة اللي بننشئ بيها، ونرجع تاني للفصل بتاعك. تعال نشوف كده جزء بسيط، ثم نرجع مرة أخرى للجزء اللي احنا كنا عايزينه أهو. أدي الصفحة بتاعتنا زي ما بتفتح، لو هو بالإنجلش زي ما احنا شايفين أهو عندنا هنا. تعال نشوف، أدي عندنا أهو ده التقرير، العلامة إزاي تعمل بيها تقرير عندنا. تمام، احنا هنعمل تقرير، نرجع بس خطوه، عن الطلاب. هنا هنعمل تقرير عن الطلاب، هنضغط عليه عشان يبقى شكله جميل، ويعني هنضغط، هنجيب الجدول وبعدين نضغط على كلمه تقرير. شايفينها؟ نرجع خطوه تاني، لو انا عايز اعمل تقرير هنا، ادي الريبورت بتاعت التقرير اللي بيطلع تقرير بسيط، ازاي بعمله؟ بضغط على الايقونه دي، اوريها لكم تاني. بضغط على الايقونه دي، اول ما بضغط عليها هنا، هذه الجداول انا فاتحها هنا على الشمال، او ساعات بتظهر على اليمين لو البرنامج بالعربي. اقف عليها واضغط على ايه؟ تقرير. ايه اللي اللي هيطلع؟ اهو شوف، احنا هنعمل دلوقتي تقرير، هنضغط على ايه؟ كلمه طلاب، الطلاب، تقرير عن الطلاب. هنا اهو نضغط عليها، ضغطنا عليها تمام جدا، ودوست على كلمه تقرير ريبورتس، شايفينها؟ هضغط عليها، شوف هيطلع ازاي؟ شايفين الشكل ده؟ يطلع بالشكل الرائع ده. ممكن اغير في الالوان بتاعته واتعامل معاه بسهوله، واغير في حجمه واعمل اللي انا عايزه، طريقه سهله جدا، شكلها جميل جدا للي بيعرف، اللي جاي يعمل التقرير. شوف ممكن ايه؟ اوسع ده، اضيقه حسب ما انا عايز، اكبره شويه، ما عنديش اي مشكله. يبقى دي الطريقه اللي انا بعمل بيها ايه؟ تقرير بسيط. تمام؟ نرجع للكتاب. معرفة التجميع والتلخيص. عندما يكون لديك الكثير من البيانات، عندك بيانات كتير جدا، ازاي تجمعها وتلخصها؟ من الصعب تمييز المعنى العام لهذه البيانات. برنامج الاكسس بقى بيعمل ايه؟ يوفر عدة طرق لضم البيانات في مجموعات وتلخيصها، ازاي يجمعها مع بعض ويلخصها. تمام، ويعملها داخل مجموعات. ايوه اهي، يعمل حاجة اسمها مجموعة. يمكن تجميع البيانات وفقا لاحد الحقول في التقرير. على سبيل المثال، اذا كنت تعد تقرير حول عدد من الشركات، يمكنك ان انت تعمل ايه؟ تجمع اسامي الشركات كلها في مجموعه واحده، لذلك بيبقى سهل عليك ان انت تعمل تقرير عنها. الدلالات التجميعيه، يمكنك تلخيص كل مجموعه بداله او اكثر من دلات التجميع، مثل العدد والمتوسط والاجمالي اللي احنا خدناها في الفرز بتاع الاستهلاك. طيب جميل جدا. طب ازاي بقى ننشئ تقرير بسيط؟ فاكرين الجزء اللي انا قلت لكم عليه اهو؟ شايفين ده؟ اهو. اختار الجدول
من العناصر، وبعدين انقر على انشاء تبويب، وبعدين اعمل ايه عند تقرير هنا. لو بصت عليه اللي هيحصل اهو، يظهر التقرير بطريقه عرض تخطيط. شفت عامل ازاي؟ جميل جدا. الموظفين، وممكن تغير شكل اللون ده، وممكن تتحكم في طول ده او بعد ده وهكذا. اهو انقر على زر الحفظ يحفظ التقرير، تمام، اكتب اسم التقرير ونحفظه ويتم ايه حفظه. ازاي بقى نعمل تنسيق تلقائي للتقرير؟ ده اللي احنا هناخده ان شاء الله المره القادمه. يبقى احنا كده بدانا في الفصل الاخير بتاع التقرير، ان شاء الله نحاول نختمه المره اللي جايه مع بعض. لو في اي استفسار او اي حاجه انت مش فاهمها، يا ريت تتواصل معايا على الخاص او من خلال التعليقات اسفل الفيديو، وان شاء الله هيبقى في تطبيقات بشكل مستمر عشان المعلومات تثبت في الدنيا. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.